أكد طارق عبد العزيز ممثل حزب الوفد في الحوار الوطني في تصريحات خاصة للتلفزيون المصرية أن الحوار يؤكد ويظهر من جديد أن مصر وطن يتسع للجميع. أشار إلى أن رؤية حزب الوفد والتي تم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني تؤكد على أهمية إحداث تعديل على قانون الأحزاب السياسية. النهاردة هذه صورة أستطيع أن أجزم أن احنا نستطيع أن احنا نصدرها للعالم بأن مصر وطن يتسع للجميع. الكل بيقول رأيه، الكل ما عندوش خطوط حمراء. زي ما حضرتك تفضلت وشفت في القاعة، الكل بيتكلم على كل ما يعني له أن يتحدث فيه. عشان كده أنا بقول إنه ما توصلنا إليه الآن من التحدث بتجرد، ايضا لابد ان نتجرد في التوصيات ونتجرد في قبول ما نتفق عليه. بمعنى النهارده احنا في هذا المحور وهو الخاص بالتحديات التي تواجه الاحزاب السياسيه المصريه لازم نتكلم بصراحه. وانا كانت كلمتي بعد ان اودعت داخل مضبط اللجنه الفنيه رؤيه حزب الوفد التي تتضمن مجموعه من القواعد اهمها تغيير قانون الأحزاب السياسية.